يعني أهلا بيكم وحلقة جديدة برنامجنا ونلقى الأحبة، حبيب جديد من أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، والمفروض وأحبابنا احنا كمان هنحكي قصته النهاردة ونعيش معاه، ويعني نأمل أن كل حلقة تكون بتخلص نكون اتعلقنا بالصحابي دون، وأن يطلع شاب من شبابنا ويقول أنا عايز أبقى مع الصحابي ده وأنا همشي على خطاه وحقلده، وتطلع بنت من بناتنا وتقول أنا متعلقة بالصحابي دون، انا هغير من حياتي بعد الحلقه دي. احنا يا جماعه مش جايين نحكي لكم حواديت نسمع بيها كلام ويبقى قضينا وقت ساعه عمالين نسمع حدوته ونروح. الحلقات دي الهدف والغايه منها ان احنا نتنقل نقله مع الله تبارك وتعالى، نتنقل نقله في حب الرسول صلى الله عليه وسلم، نتنقل نقله في ان احنا ناخد قيامنا من مين، ناخد انتمائنا لمين، نرجع لمين ونقول الانتماء دي لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا للقيم الغريبة المستوردة من هنا ومن هنا ومن هنا. لمن ننتمي؟ شبابنا وبناتنا، نقول لهم ونعلمهم في بيوتهم انتوا قدوتكم مين، نقول مين لشبابنا انت قدوتك فلان ونقنعهم ان قدوتهم فلان، والشاب والبنت يبقى فرحان مش حاسس ان اهله بيضغطوا عليه ان قدوتك فلان. البرنامج ده عشان كده، البرنامج دون يا جماعة قدوتنا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انا كنت قلت في حلقة سابقة المصادر اللي أنا بحضر منها أو الكتب اللي برجع إليها في تحضير مادة البرنامج دون، وناس كتير الحقيقة اتصلت وبعتت إيميلز كتيرة بتطلب إن هي عايزة تعرف الكتب دي، فإحنا الحقيقة قلناهم الحلقة اللي فاتت لكن هنعرضهم تاني علشان اللي ما شافش الحلقة اللي فاتت أو علشان اللي عايز يعرفهم مرة تانية. فقلنا إن في مراجع كبيرة قديما للمتخصصين، وقلنا ان هم ثلاث مراجع اساسيه الحقيقه، والحقيقه يا جماعه ان الثلاث مراجع دول اللي هم اسد الغابه في معرفه الصحابه لابن الاثير، والاصابه في تمييز الصحابه لابن حجر، وسير اعلام النبلاء لشمس الدين الذهبي، الثلاث كتب دول اي كتاب بيتكلم عن الصحابه لازم بيكون جايب من الثلاثه دول. يعني 99% من كل الكتب وكل الحكايات المصدر الاصيل الاولي الاساسي هم الثلاث كتب اللي قلناهم دول. في بعد كده كتب للي عايز يعني يسمع القصة بإيه بشكل سهل وبسيط ويعرف برضو معلومات ممكن ما تبقاش كتيرة قوي لكن يعرف معلومات لطيفة ومناسبة، هي مجموعة من الكتب الحديثة السهلة والمفيدة زي كتاب صور من حياة الصحابة لرأفت الباشا، وصور من حياة الصحابيات ليه هو نفسه، وكتاب اسمه حياة الصحابة ده أربع أجزاء. صور من حياة الصحابة مثل أنه كتاب سهل قوي وبسيط قوي ولغته سهلة جدا، وهو جزء واحد، جزء للصحابة وجزء للصحابيات. حياة الصحابة كتاب جميل جدا جدا جدا. في كتاب رابع اسمه موسوعة الفداء في الإسلام للدكتور أحمد الشراصي ده وان أربع أجزاء، وفي كتاب اسمه أصحاب الرسول لأبو عمار، وفي كتاب أخير رجال من التاريخ للشيخ الشيخ علي طنطاوي. الحقيقة دي مجموعة من الكتب للي عايز يقرأ قصص الصحابة بشكل سهل. في حاجة ثالثة سهلة برضو جدا عبارة عن الكتب السيرة النبوية لأنها مليانة بقصص الصحابة، وكتب السيرة النبوية احنا أصلا بننصح بيها للي عايز يحب النبي، فيعني هي ده الهدف الأساسي. وهدف تاني ان هو يعرف الصحابة كتاب الرحيق المختوم، وده من أفضل الكتب اللي بتتكلم في السيرة النبوية، أوله صعب بس وبعدين هتلاقي الموضوع سهل. كتاب فقه السيرة للشيخ سعيد رمضان البوطي، كتاب السيرة النبوية لابن هشام وده برضو مرجع أصلي في السيرة النبوية، كل الكتب واخدة منه أربع أجزاء، وشرائط السيرة النبوية للدكتور فارق سويدان. دي الحقيقة كانت الكتب، لكن تعالوا بقى نبدأ النهاردة وندخل في الصحابي اللي هنتكلم عليه النهاردة. صحابي اليوم صحابي كتير قوي بيسمع اسمه، يمكن ناس كتيرة مش متفاعلة معاه ومش عايشة معاه، هو أبو ذر الغفاري. أبو ذر من غفار، غفار قبيلة للأسف الشديد كانت مشهورة بقطع الطريق، فهي قبيلة عدوانية سمعتها بين العرب سمعة سيئة جدا. أبو ذر منهم. أبو ذر ده مش اسمه الحقيقي، دي كنيته، إنما اسمه الحقيقي إيه؟ حد يعرف؟ اسم الحقيقي لأبو ذر. أيوه اتفضل. تعالى. اتفضل. تعالى قرب قول. ما تخافش. يعني تخيلوا يا جماعة إن إيه؟ كل الناس المشاهدين اللي حاضرين معانا واحد بس اللي عارف فيهم الاسم الحقيقي لأبو ذر. طب حد عارف الاسم الحقيقي للفنانة فلانة؟ كله طبعا عارف الاسم الحقيقي كان ايه، لكن نيجي لأبو ذر ما يهمنيش اعرف اسمه ايه. جندب بن هشام.
جندب بن هشام. مش عارف جواب نهائي يعني ولا لا؟ الحقيقة ما اسموش جندب بن هشام، اسمه ايه؟ جندب ابن جنادة. جندب ابن، نعم، جندب ابن جنادة. فجزاك الله خيرا، انت جبت النص الاولاني صح، فتاخد ايه؟ ما تاخدش حاجة يعني، لكن فاسمه جندب ابن جنادة. الحقيقة ابو ذر زي ما بقول لكم من قبيلة غفار، سمعتها مش كويسة، قبيلة مشهورة بقطع الطريق، دي شغلتهم يقطعوا الطريق على الناس، عندهم جرأة شديدة في هذا الأمر. فهل يا ترى هيطلع من القبيلة دي واحد من أعز أصحاب النبي؟ وهل ممكن واحد من وسط بيئة بعيدة عن التدين يطلع متدين؟ ليه لأ؟ وهل ممكن كل القبيلة دي تتغير بسببه؟ هنشوف بقى مين ده أبو ذر وإيه قيمته وعمل إيه. حاجة مع أبو ذر، سمع ان في نبي جديد ظهر بمكة، سمع وانتشر الخبر ان هذا الرجل يدعو كذا وكذا وكذا وكذا، فاراد ابو ذر ان هو يعرف الحقائق، فبعت اخوه قال اذهب الى مكة واتني بخبر هذا الرجل الذي يزعم انه نبي. فاخوه نزل مكة وقعد يسمع الاخبار ويشوف الناس بتقول ايه وقام رجع له غفار تاني. انتم متخيلين يا جماعة بيبذلوا مجهود قد ايه عشان عايزين يعرفوا الحق فين؟ واحنا يا جماعة مش فارقة معانا نعرف الاخبار، يعني معلومة في الدين مش عارفين، ده احنا في حاجات في الصلاة مش عارفين، يعني مش عارفين نصلي. الراجل سمع ان في نبي، انا عايز اعرف الحق، انا عايز اوصل للحق. فبعت اخوه، فاخوه راح رجع قال له ها لقيت ايه؟ فقال وجدت رجل يقول كلاما ما هو بالشعر يدعو إلى مكارم الأخلاق. قال وما فعل فيه قومه؟ قال كذبوه وقالوا عنه ساحر ومجنون، سلسلة طويلة من الإيه؟ من الافتراءات و و و و و. فقال ما شفيتني، يعني انت انا كنت فاكرك هتجيب لي أخبار متكاملة، انت جايب لي كلمتين ما شفيتني. الراجل اللي عايش في وسط ناس قطاع طرق عايز يعرف الحقيقة، أنا عايز أوصل لربنا، أنا عايز أقرب من ربنا. فما كان منه غير أن أخذ قربة ماء وأخذ طعام وإيه وصر بها ملابس وانطلق إلى مكة. إيه اللي خلاه يعمل كده؟ أنا عايز أوصل لربنا، أنا عايز أعرف، أنا عايز أقرب من ربنا خطوة. يا جماعة إحنا بيمر علينا سنين مش فارقة معانا، في ناس بتتفرج علينا دلوقتي ممكن يكونوا ما بيصلوش. يا نهار ابيض، هتقول لي يعني هي دي كبيره قوي؟ يا جماعه ما بصليش يعني ممكن تكون من الكبيره الثالثه او الرابعه في الاسلام، من اكبر الكبائر في الاسلام. على فكره ما بصليش زيها زي بصلي الصلوات كلها كالفتى في اخر اليوم، يعني بقعد في الشغل طول النهار او كده واجي بالليل واقوم اصلي الصلوات كلها مع بعضها، الاثنين وحشين جدا. ما بصليش زيها، بصلي الظهر مع العصر والعصر مع المغرب والمغرب مع العشاء. يا جماعه انا كل حلقه والثانيه بقول المعنى دون، لان انا مش قادر اصدق، معقوله في ناس في امه محمد ما بيصليش؟ ما بتصليش، انت عارف يعني ما بتصليش؟ عارف معنى كلمه ما بصليش؟ كانك بتقول لربنا ايه؟ مش قادر اعبدك، عبادتك تقيله عليا، انا مستعد طول النهار اقعد اتفرج على ماتشات كوره او اروح العب ماتشات كوره او اتقلب في مجله من اولها لاخرها او اقف في المطبخ على الطبيخ ساعتين، لكن اقف بين ايديك خمس دقايق تقيل على قلبي، عبادتك تقيله، اسجد لك دي حاجه بكسل اعبدك، ما بقدرش اعبدك. هي معناها كده يا جماعه، هي من الاخر معناها كده. والله يا جماعه تاني، اصل انا بس صعبان عليا الخطوات اللي خدها ابو ذر عشان يوصل للحق قدام ولاده وبنات ما بيصلوش. أعظم مصيبة في الأمة، أنت عارف أنت لو عندك أخطاء تانية بس صلي، عارف يعني إيه ما بتصليش؟ ما بتصليش يعني قفلت كل الأبواب اللي بينك وبين ربنا، مش عايز منك حاجة. قلت له آدي بإيدي أهو هقطع آخر خط بيني وبينك. أهو مش هصلي، مش هسجد لك. يا جماعة ما بصليش دي خطيرة جدا جدا جدا، ولذلك باب في جهنم كبير اسمه صقر، لا يدخل منه إلا تارك الصلاة. الملائكة واقفة على باب صقر. صقر ربنا بيتكلم عنه بيقول وما أدراك ما صقر، لو تعرفوا صقر لا تبقي ولا تذر، اللي يدخلها يتفتفت يسيح،
ويرجع يتكلم تاني ويتفتفت. فالملائكة بتسأل اللي داخلين بتقول لهم ما سلككم في سقر، انتوا ايه اللي جايبكم هنا؟ قالوا لم نكن من المصلين. ادي اول سبب لدخول سقر. طب والسبب الثاني لدخول سقر؟ ولم نكن نطعم المسكين، ما كناش بنزكي. ممكن تكون الست والراجل اغنياء جدا وبيتصدقوا كتير، لكن ما بيحسبوش الزكاة، مش مطلعينها على ان دي بنية الزكاة ويحسبوها اتنين ما بيحسبهاش. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. ثالث سبب لدخول سقر ايه؟ وكنا نخوض مع الخائضين. يعني ايه كنا نخوض مع الخائضين؟ كل نلاقي شلتي واصحابي رايحين يعملوا معصيه انا معاكم. الكلام ده مهم قوي للشباب والبنات. الصحابي هيعملوا ايه النهارده؟ صحابي النهارده هيسهروا في القهوه الفلانيه اللي فيها كذا وكذا 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 وكذا. انا معاكم. عمري ما بقدر اقول لهم لا، مطرح ما اصحابي رايحين انا ما سبتش معصيه. اهو اللي ما سبش معصيه ده يا جماعه مصيبته يوم القيامه. ينادى يوم القيامة على أصحاب ذنب ذنب ليفضحوا على رؤوس الخلائق، ليقوم الكذابون فيقوم ناس وأراك يا مسكين تقوم معهم، ليقوم الزناة فيقوم ناس وأراك يا مسكين تقوم معهم، ليقوم الذين لا يغضون أبصارهم، ليقوم الذين تركوا الحجاب، ليقوم كذا، ليقوم الذين عقوا آبائهم وأمهاتهم. كلما نودي على أصحاب ذنب قمت معهم أو قام معهم. فتخيل الفضيحة وتخيل الوجع. وكنا نخوض مع الخائضين. الحقيقة كل ما افتكر إن أبو ذر سمع بس إن في نبي، أم طالع ساب بلده وخد شوية مية وبقجة هدومه وطلع علشان عايز يوصل للحقيقة، تصعب علي الناس المسلمين اللي مش فارق معاهم. يا عم دينا عايشين بناكل وبنشرب وبنتجوز وبنخلف وبنعصي وحنموت ويبقى يحلها حلال يوم القيامة. ازاي انا ازاي نبقى مسلمين ونقول كده؟ ابو ذر وصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وصل مكة، هيروح فيه وهو طالع؟ اخوه قال له بس خلي بالك اوعى تسأل على محمد. ليه؟ قال له قريش بتتربص بأي حد يسأل عليه، هيأذوك إذاء شديد، اوعى تسأل عليه، اوصل له من غير ما تسأل عليه. وهو فعلا خاف، سمع نصيحة أخوه، فدخل مكة وقام طالع على البيت الحرام، قال أكيد هقابله هناك، وانتظر اليوم، فما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، أو لعله جاء ولم يعرفه، ما يعرفش شكله، مش عايز يسأل حد. يقول فألصقت ظهري بالبيت وانتظرت. طب وبعدين؟ فجاء الليل فقير، على فكرة قعد ثلاث أيام على الحالة دي، لكن بيشرب مية زمزم، قعد ثلاث أيام عايز أوصل لربنا، عايز أعرف الحقيقة، عايز أعرف ربنا، عايز أعبده، ده اللي خلقني لازم أرجع له. ثلاث أيام. لكن بعد يوم بالليل أظلم الليل والنبي ما جاش، النبي صلى الله عليه وسلم بيجتمع بالمسلمين فين؟ في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، دار خاصة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين يجتمع بهم فيها. بيعملوا ايه في دار الارقم ابن ابي الارقم؟ يعلمهم القران، يعلمهم الحديث، يقول لهم ازاي يدعو الناس، ازاي ياخدوا بايد الناس، ازاي يصبروا، يقويهم، يثبتهم، يالف بين قلوبهم. دي كانت دار الارقم ابن ابي الارقم. لكن دار الارقم النبي ما بيقولش عليها لحد ولا يعلمها الكفار، يعرفوا ان محمد بيلتقي مع اصحابه في دار عند الصفا. لكن انهي؟ النبي مخبي يعني مخبي الامر بشده، لان لو عرفوا هيبيدوا المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم، طب الناس ازاي توصل لدار الارقم؟ ده دور بقى شغله واحد من الصحابه. مين هو؟ علي بن ابي طالب. ايه شغله علي بن ابي طالب؟ يمشي كده، علي شاب صغير محدش يشك فيه. سنه كام؟ 13 14 15 سنه بالكثير. هم دول اللي كان النبي بيستخدمهم لنصره الاسلام السن ده؟ ده احنا الوقت فوق الثلاثينات والعشرينات وعمرنا ما عملنا حاجه لديننا، ولا قاعدين يا دوب بنصلي لو بنصلي، لكن كمان نعمل حاجه للدين؟ لا، صعبه دي قوي. 14 سنه علي وليك دور، تقعد تلف في مكه تتحسس الاخبار، حد عايز النبي؟ بس سيدنا علي، النبي عارف ان علي ب10 رجاله، علي ب10 رجاله، ازاي؟ يعرف يميز مين الصادق من مين اللي عايز يوصل لمكان النبي عشان يأذيه. تخيل النبي مستأمن على الحكاية دي، الولد عنده 15 سنة يا شباب، يعني نفسكوا كده ما متهفش؟ نفسي بقى أنا كمان يبقى لي حاجة للإسلام كده أعملها.
فعلي النبي واثق فيه راجل عمال بيلف. فدخل الكعبة فوجد رجل غريب مسند ظهره للبيت مش من البلد دي. فراح لسيدنا علي فقال علي الرجل الغريب الرجل الغريب؟ فقال نعم. فقال تعال معي أضيفك. فتفضل أضيفك. يقول فذهبت مع أبو ذر بيحكي بيقول قمت رايح معاه طول ما احنا ماشيين في السكة لم يكلمني في شيء ولم أسأله في شيء. فأخذني وضيفني وأطعمني وبيتني وتركني في الصباح. سيدنا علي مش يعني مش ايه على طول طب ما تيجي بقى اقول لك في كذا 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 يقوم واخده فتطلع كارثة. ما انا اسف يا رسول الله ما كنتش اعرف الحقيقة يكون لا يا جماعة الصحابة ناس اذكياء قوي. اوعى تفتكروا الصحابة في ناس كتير قوي شباب وبنات عارفين ايه اللي بيمنعهم من التدين. فاكرين المتدين ده راجل ساذج تضحك عليه. متدين يعني استغفر الله العظيم انا اسف في الكلمة يعني راجل كده ايه يعني مش فاهم حاجة خالص تاخده يا عم متدين يا عم يعني يبقى هنضحك عليه يعني متدينة. وبنات كتير وولاد بيخافوا يتدينوا عشان المعنى ده. لا انا عايز افضل شخصيتي مؤثرة. يا عم انظر للصحابة انتوا اللي فاهمين غلط. احنا اللي اتضحك علينا وفهمنا ان التدين معناه انك تبقى قاعد في بيتك وقافل على نفسك وما تروحش فاكر ان التدين انك ما تنجحش في حياتك وتسقط وتبقى مكشر وتلبسي وحش وتقولي بعد الحجاب حلبس زي الزفت و و و لا طبعا انا مش هعمل الحاجات. ومين يقبل يعمل الحاجات؟ مش ده التدين. انتوا فاهمين غلط يا جماعة. التدين يعني انطلاق في الحياة وسعادة في الحياة بس وانت راضي لربك. المتدين احسن واحد بينام بالليل مش حاسس بألم المعصية مش حاسس ان ربه لو اخده بقت مصيبة نايم استريح. ويا سلام كمان لو بتعمل حاجة للإسلام ونايم ورجليك ونايم ورجليك بتوجعك كده زي علي بن ابي طالب احلى نوم. انا نايم وعملت حاجة لدين ربنا انا جندي عند ربنا. علي بن ابي طالب من النوعية دي خده بس سيدنا علي مش ساذج ما يفتحش معاه الكلام بسرعة فسابه. فخده ضيفه وهما الاثنين ما اتكلموش مع بعض. ده مقلق وده ايه هما الاثنين يقول لك يا عم لا مضمق. وخلص اليوم الاولاني. جه سيدنا علي ثاني يوم بالليل فشافه قاعد برضه ساند ظهره للكعبة. فقال علي اما زال الرجل غريبا وانت ما زلت غريب؟ فقال نعم. قال تعال اضيفك. خده وبيته واقامه ليلة كاملة وتاني يوم الصبح قام رجعه الى مكانه. ثالث يوم بالليل راح سيدنا علي دخل البيت لقى الراجل قاعد مسند ظهره للكعبة. فقال له علي بن ابي طالب اما ان للرجل ان ينتهي من غربته؟ مش ان الاوان بقى الغربة دي تخلص؟ هو عمال يفتح معاه كلام ويطمئن واحدة واحدة. تعال معي اضيفك. فمشي معاه. فسيدنا علي قام سأله ما الذي يدعو الرجل الى ان يأتي يبيت عند البيت ثلاثة ايام؟ انت جاي ليه؟ فقال وتكتم عني. ده مين اللي بيقول؟ ابو ذر. وتكتم عني. شوفوا الامر في مكة كان صعب قد ايه. شوفوا الامر شديد قد ايه وما تقولش لحد. فقال نعم. فقال سمعت برجل يدعي انه نبي فتركت بلدي. اسمعوا الكلام يا جماعة. فتركت بلدي وجئت اسمع منه. فقال علي بن ابي طالب هو والله حق هو رسول الله وانا ابن عمه فاتبعني من الغد تعال امشي ورايا بكره فان وجدتني التقط من الارض شيئا فاعلم ان هناك من يتبعنا فانصرف ونتقابل باليوم التالي عند البيت. ايه ده؟ تخيل 14 سنه بيقول الكلام الكبير ده والنبي ربى عليه ازاي؟ يعني ازاي سيدنا علي طالع بالفكر ده وبالقدره دي وازاي الوضع في مكه كان صعب لهذه الصوره؟ شوف احنا دلوقتي بيجي لنا الشيخ يعلمنا قرآن في البيت والمساجد مفتوحة بس فاضية للأسف والقرآن محطوط في البيت بس عليه تراب للأسف والحجاب والإشربات مليانة السوق بس محدش بيشتريها للأسف. لكن هم كان عشان يبقوا متدينين كان صعب قوي. وبدأ سيدنا علي يتحرك وابو ذر وراه من بعيد عمال يبص عليه يا ترى هيتناول شيء من الأرض ولا لا. تعالوا نكمل هذا الكلام بعد الفصل. غربة أبو ذر بوصوله لسيدنا علي. وبدأ سيدنا علي يتحرك وأبو ذر جاي وراه من بعيد. ففي أول يوم حس سيدنا علي إن هناك من يتبعه. شوفوا حد ماشي ورايا؟
فحس ان في حد ماشي وراه. الامر كان صعب في مكه يا جماعه، الاسلام ما وصلناش على طبق من ذهب، الصحابه تعبوا عشان انت تطلعي مسلمه. فعيب بعد ما تعبوا التعب ده كله، دماء وجروح وقلق وخوف ورعب، بعد ده كله عيب قوي لما يبقى الاسلام هين عليك كده. يعني نتدين ولا ما نتدينش مش ده المهم، المهم ان انا اصاحب واحد يعجبني، وبعد كده مش مهم برضه هتجوزه ولا مش هتجوزه، المهم ان انا صاحبه خلاص. معقوله؟ المهم ان انا يبقى معايا فلوس، المهم ان انا اغير العربيه كل سنه، المهم ان انا انبسط مع اصحابي، المهم شلتي. يا جماعه مش ده المهم يا جماعه، الاسلام اغلى من كده. كان شعار المسلمين في غزوه احد: دينك دينك لحمك دمك. دينك ده لحمك ودمك. حد حاسس بالمعنى ده؟ دينك لحمك ودمك. معلش، ابو ذر رضي الله عنه وارضاه فضل ماشي ورا سيدنا علي. اول يوم سيدنا علي وهو ماشي حس ان هناك من يتبعه، فوطى كانه بياخد حاجه من الارض، فمشي ابو ذر ورجع. اتقابلوا ثاني يوم وبدا سيدنا علي يتحرك وابو ذر وراه، ومشي الامر بسلام، وصل لدار الارقم ابن ابي الارقم، دخل قابل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فرآني النبي فسلمت عليه بالنبوه، السلام عليك يا رسول الله. فاستبشر النبي، ده لسه يعني اول قعده مع النبي، من اللي عمله معاه سيدنا علي قال لك الكلام ده حق. فعرض عليه النبي الاسلام فقال: اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ففرح به النبي فرحا شديدا، فقال له النبي: ممن انت؟ انت منين؟ فقال: من غفار. يقول: فاهوى النبي باصابعه على جبينه. نهار ابيض من البلد، من غفار. يقول: فرأيت في عيني النبي أنه كره أنني انتسبت لغفار. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: فمن ضيفك؟ فقلت: بقيت على ماء زمزم 3 أيام، غير أن علي أخذني، كان علي بيأخذني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عد إلى قبيلتك وادعوهم إلى الإسلام، واكتم عني هذا، اكتم عني اللي انت شفته، حتى تعلم اني ظهرت فأتني، لما تعرف ان انا انتصرت تعالي ارجع بلدك. فقلت: لا والذي بعثك بالحق لأصرخن بها في مكة. انا حصرخ بلا اله الا الله في مكة. حاسين بيه يا جماعة؟ حاسس كده لما يبقى قلبك ده هيتجنن والناس تبقى متدينة؟ حاسس الراجل ده بيحب دينه قد ايه؟ لا والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم، هعليها هسمع بها البلد. فالنبي ثابت راجل، وقام طالع وواقف عند جبل الصفا، فأظهر حتة بمكة: يا معشر قريش. فبدأ الناس يتجمعوا: مين ده اللي بينده علينا؟ شاب صغير عمال ينده: يا معشر قريش. فاجتمعوا، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يقول: فقاموا يقولون: اضربوا هذا الصادق. شوفوا الإسلام كان بيتسمى بإيه؟ ما هو بيتسمى برضو أسماء مشابهة لكده دلوقتي. اقتلوا هذا الصادق. الإسلام بقى إن هو بقى صادق، اللي يتبع النبي بقى صادق. معلش، ما هي الكلمات بتتكرر. أتواصوا به؟ هم وصوا بعض يقولوا إيه على الإسلام؟ ويطلعوا على أبو ذر ويضربونه بالنعال ضربا شديدا. يقول وبيحكي بيقول: ضربوني لأموت. فاهمين؟ بيضربوني ضرب واحد بيموت، ضربوني لأموت حتى أغشي علي. فجاء العباس، العباس عم النبي كان كافر ساعتها، فانكب علي يقول: ويلكم، أتضربون رجل من غفار وتجارتكم تمر بغفار إلى الشام؟ ده انتوا بتمروا عليهم، لا تقتلوه. فأخرجني من بين أيديهم، فأخرجني وأنا أموت أقول: والله لأصرخن بها غدا. إيه يا جماعة ده؟ في إيه؟ ليه بيعمل كده؟ هو حد غوي ضرب يا جماعة؟ هو في حد غوي بهدلة؟ لا، هو مش غوي بهدلة، هو غوي دين، هو غوي، هو دمه من أول يوم إسلام، ده مش بقاله 15 سنة مسلم، دي مش اتحجبت على 20 سنة وحفظت كله والله، وقعد في 3 سنين
وحفظت الجزء الثلاثين في عشر سنين، وعلى ما صلى في الجامع خد له سنتين، وعلى ما ساب صاحبته قعد له اربع سنين، وعلى ما بطل يشرب سجاير خد له ست سنين. يا جماعة ده مسلم بقاله ساعة. والله لأصرخن، انا كلمة أصرخن دي مش قادرة تطلع من وداني، حسنها لأصرخن بها غدا، كأنها مش هقولها بكرة، ده انا قلبي هيصرخ بيها بكرة. وطلع تاني يوم وهو كله جروح، يا معشر قريش يا معشر قريش، فاجتمعوا اكثر من الامس، قالوا ده حيتوب. فايه كله جمع، فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، فقاموا يضربونه اشد من الامس، يقول ضربوني لاموت. تاني يوم فجاء العباس وانكب عليه، اخرجه من بين ايديهم، ويلكم اتقتلون رجل من غفار؟ فقال النبي عد يا ابا بكر، كفايه بقى كده، عد الى قومك وادعوهم الى الاسلام ولا تاتني حتى اظهر. ورجع قومه، واول ما رجع راح كلم اخوه واسلم اخوه، وفضل يدعو غفار واحد واحد لغايه ما اسلمت نصف غفار، قطعت اسلم. صدق ابو ذر وصل الاسلام لقلوبهم، امراه واحده صدقه تصحي عشرة، شاب واحد صادق، معلوماته قليلة لكن صادق. بالله عليكم يا جماعة، أبو ذر يوم ما عمل الكلام ده معلوماته أكتر ولا أنتوا؟ معلوماته أكتر ولا الناس اللي بيتفرجوا علينا؟ مين معلوماته أكتر؟ أكيد إحنا، أكيد سمعنا في المدرسة وفي الإذاعة وفي التلفزيون وقرآن وندوات وقصص، سمعنا كتير، لكن مين إيمانه أشد؟ يا جماعة الموضوع مش موضوع معلومات، الموضوع موضوع احساس بالدين، حب للاسلام. اسلام مال الكيان، لو حللت دمك الاقي بيقول اسلام مكتوب عليه مسلم، بيحب دينه، متدين، يعشق الاسلام وياخذ به الى الافاق. رجع اسلمت نص غفار، فابو النص الثاني قالوا له ان ظهر محمد اتبعناك. فوصل النبي الى المدينه فاسلمت باقي غفار، وخد القبيله وطلع بيهم على النبي صلى الله عليه وسلم. هو داخل المدينة وقبيلة تانية اسمها أسلم، غفار وأسلم جايين في يوم واحد، ففرح النبي فرحا شديدا، فقال النبي غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. شوفوا النبي وإزاي بيشرف الناس، وإزاي يقول لهم الكلمات اللي ترفع هممهم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وانتفت عن غفار من يوم ما النبي دعا لهم كلمة ان دول اسوأ العرب قطاع الطرق، وتحولوا لقبيلة غفر لها بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقبيلة تانية سالمها الله، يا سلام، سالمها الله، اسلم سالمها الله، معقولة؟ يا جماعة قبل ما اكمل قصة ابو ذر، وهي طويلة الحقيقة، انا عايز اسمع تعليقاتكم. احنا يا جماعة بنحب الاسلام كده؟ احنا بنغير على الاسلام كده؟ احنا ليه مش كده؟ مين عنده تعليق على الجزء اللي فات او على مسألة الغيرة والحب للإسلام؟ مين يحب يعلق؟ اتفضلي. في دعاء حلو قوي بيستحضرني هنا للإسلام، يا ريتنا كلنا كل يوم نقوله، يعني اللي هو الحمد لله على نعمة الإسلام، يعني بيبدأ بالحمد وان الإسلام ده نعمة علينا. يعني لو الواحدة تستشعر حلاوة الإسلام، زي مثلا في الحجاب، الحجاب فرض للمرأة عشان يسترها، فالبنت اللي هي بتسرع في لبسه بدري احسن من البنت اللي هي بتتباطأ وتاخر في لبس الحجاب، فده نعم. نعمه عليها وفضل، يعني نعم، جزاك الله خيرا. فاستشعار يا جماعه نعمه الاسلام، يعني لو سالتكم ايه اجل نعمه ربنا انعم بها علينا، بالله عليكم بصدق، بصدق شديد، قبل ما كنت اسال السؤال ده، هل هي كانت الاسلام؟ هل فعلا اجل نعمه ربنا انعم بها علينا ان انا مسلم، ان انا من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ان انا عارف ربنا بالشكل دون، ان دي عقيدتي، ان ده ايماني، ان ده نبي، الحمد لله ان انا مسلم، تبقى طالعه من قلبك بصدق. الحقيقه يا جماعه انا في معنى كمان مهم جدا عايز اقوله. احنا ناس كتير قوي مننا فاكره ان ربنا هيسالنا يوم القيامه انتوا عملتوا ايه للاسلام، فنقول له يا رب صلينا. لا يا جماعه مش دي الاجابه الصح، احنا هنتسال السؤال ده، اوعوا تفتكروا ان انتوا مش هتسالوه، عملتوا ايه دين؟ فهتقولوا له يا رب صليت، يقول لك لا، الصلاه دي عشانك انت، والزكاه دي عشانك انت، والصيام ده عشانك انت، لكن عملته ايه لديني؟ فتقول له يا رب انا ما عملتش حاجه،
ما ينفعش. السؤال ده يا جماعة هنسأله يقينا. وعشان كده يا جماعة يقول الحسن البصري: لكأني أنظر إلى الإسلام يأتي يوم القيامة. هو بيتخيل الرجل إن الإسلام جاي يوم القيامة يتصفح وجوه الناس لينظر من نصره ممن خذله. يمر على الناس كده: يا رب ده نصرني، ده عمل لي حاجة، يا رب دي ما عملتليش أي حاجة، كانت بتصلي، كانت محجبة، بس عمرها ما غارت عليا، عمرها ما كنت مالي قلبها، عمرها ما حبتني، عمرها ما كانت قضيتها إنها تاخد بإيد حد، إنها إن أنا أبقى أعظم شيء في الوجود، ما كانتش دي قضيتها أبدا. فيقعد يتصفح وجوه الناس. يقول الحسن البصري: فيمر بين ناصر وخاذل، بين ناصر وخاذل، حتى يصل إلى عمر رضي الله عنه، فيأخذ بيد عمر ويرفعها ويقول: يا رب كنت غريبا حتى أسلم هذا الرجل. حد متخيل سيدنا عمر بقى عمل ايه عشان يتقال عليه الكلام ده؟ اعملوا حاجة يا جماعة. خلونا نرجع للسؤال اللي سألته: طب نعمل ايه للإسلام؟ ايه اللي اقدر اقدمه عشان ما يبقاش بس بنقول اعملوا حاجة وغيروا على الإسلام وفي الاخر مش عارف اعمل ايه؟ فمين عنده اقتراحات نقدر نقدمها؟ اتفضلي حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. هو في افكار كثيره، بس ممكن اي ولد او بنت يتعلموا تجويد القران، ان هم يعلموا للاطفال الصغيرين في عائلتهم او الفقراء. نعم. تاني حاجه الناس اللي ممكن، لا، اول حاجه دي مهمه جدا، اي واحد يتعلم تجويد قران يعلمه لكل اللي حواليه. طيب انا ممكن اخدم الاسلام بان انا اروح اتعلم تجويد عشان نفسي اولا، وعلشان دي وسيله سهله جدا افضل اعلم الناس فافضل اخد ثواب. جزاك الله خير. دي واحده. تاني حاجه الناس اللي مش هتقدر يسافروا ويجاهدوا في سبيل الله، ممكن التبرع باموالهم، التبرع لاي واحد بينصر الدين في اي مكان او يجاهد. من جهز غازيا فقد غزا اخواننا في فلسطين. جزاك الله خيرا. تالت حاجه هي حاجه لنفسك وحاجه لدينك ومجتمعك، ان انت في مجالك تتفوق عشان تشرف الاسلام في صورتك. الله يكرمك. الحقيقه يعني ما شاء الله قالت ثلاث حاجات، كل حاجة منهم تكفي انك تعيش عمرك. تعرفين يا جماعة من الحاجات المميزة ايه؟ ان المسلم لو عاش لدينه يعيش حياة سعيدة جدا، ما عندوش وقت فاضي، عمره ما هيجيله يوم انا اهداف حياتي خلصت، جوزت العيال وخلاص ما عادش ليا اهداف، فيبدأ يموت بالبطيء. ما فيش عند المسلم كده، طول ما هو متعلق بالاسلام انا عندي اهداف، انا عايز اوقف الاسلام، انا عايز الناس كلها تبقى متدينة، انا من كتر ما بحب الدين صعبان عليا الناس دي كلها بعيدة. هي قالت ثلاث اقتراحات، ما تيجوا نفكر فيهم: اعلم الناس قرآن، اثنين يعني انفق من مالي في سبيل الله لاعانة من ينصر الاسلام، ثلاثة حد فاكر؟ فأكون قدوة في عملي بحيث أن الناس تشوفني فبأنا نموذج مشرف للإسلام. تعبنا يا جماعة من النماذج الغير مشرفة. هنسمع بقية تعليقاتكم واقتراحاتكم بس بعد الفاصل. تعالوا نكمل بعض الفاصل. هنكمل مع أبو ذر الغفاري، لكن بعد ما نسمع اقتراحاتكم نعمل إيه للإسلام. تفضلي حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا هو لو كل واحد يعني حاول يفضي وقته شويه ان هو يذاكر في كتب فقه، في كتب سيره وصايا الرسول، ويحاول ان هو يقولها للناس اللي معاه. نعم. فده هيفيدهم وهيفيده هو، لان كل اللي هيتبعه جايز ربنا يدي حد على ايده، وغير كده ان هو هياخد اجره واجر كل اللي اتبعه. جزاك الله خير. في حاجه ثانيه، ان الشباب في كليات في المدارس يشجعوا بعض على حاجات ترضي ربنا، يعني يشجعوا بعض يحفظوا قرآن، يجهزوا وقت كده ويتفقوا مع بعض، لان المذاكره مش بس هي الحل، مش هي اللي هتوصلنا. نعم. يعني احنا ممكن المذاكره خلاص الدنيا هنذاكر فيها وخلاص هنروح، لكن في حاجات بعد كده هتنفعنا. بس المذاكره مهمه، وعايزين شباب يبقى ناجح. ماشي، بس الواحد ما يضيعش فيها كل وقته، يعني او على الاقل هيذاكر بس يخصص يعني وقت لربنا. تعالي نتفق ان نجاحنا جزء من تديننا. أيوة. وجنب طبعاً. نجاحنا وتفوقنا عايزين نتعلم ديننا. انا موافق على اللي انت قلتيه، بس بعمل ايه؟ اعاده هيكله وتجديد. في ناس يعني مخصصه كل حياتها وكل وقتها خلاص مذاكره شغل مش عارف ايه، مفيش اي وقت ربنا. انا عايزه في توازن بينهم. خير ان شاء الله. جزاكم الله خير. اتفضلي حضرتك.
هو أنا بتمنى إن كل أم تكون داعية لأولادها من خلال بيتها يعني. نعم. إنها يعني يوميا ولو تجعل حلقة تعليم صغيرة لمدة نصف ساعة تعلم أولادها الأذكار بتاعت الصبح والمساء، تعلمهم إزاي يكونوا حاسنين الخلق مع زملائهم في المدرسة مع نعم. أولادهم، ومن ذلك من خلال ذلك تكون داعية لأولادها بحيث يكون ذرية صالحة إن شاء الله. جزاك الله خير. احنا ما زلنا بنقول نقدر نقدم ايه اقتراحات الاسلام. تفضل. My name is Yaku. I'm coming from Switzerland. And forgive me please that I can't speak Arabic. I just want to give a little another view from my life in Switzerland as a Muslim. I don't show how I live there. I don't show that I am a Muslim, but just the acting of my life, how I live, just showing how I live there. This is actually all the acts of a Muslim, and the people there, if they see this, that I don't drink any alcohol, that I don't do this and this, you know, all the harams, because and they see this that I don't do this, and they're just asking, why does he don't do this? And this is and then they come to me and ask, why don't you do this? And then I try to explain this. And so this is my way to explain Islam to them. And if I would say, I'm a Muslim, hey, here is the Islam, and they would just say, oh, he's coming from I don't know where, we are afraid of him. And I couldn't get a connection to them. So this is why how I reached them to here in East Switzerland. جزاك الله خيرا يعقوب. حاول اترجم بس اللي هو قاله. هو اسمه يعقوب وجاي من سويسرا. هو بيقول ان هيك ما اقدرش ابقى داعيه للاسلام، ان انا اقول الاسلام كذا الاسلام كذا، يعني ما اقدرش اعمل محاضرات او جلسات زي بتحصل في مصر او في اي دوله اسلاميه، ان كده بكسب اعداء جديد او بقفل عليا صلات. ممكن واحد يكون ممكن يهتدي بس مش دي السكه. فانا بيبقى طبيعه اتيتيود بتاعي او يعني الحدوته التصرف بتاعي اني انا مسلم، يعني انا ما بشربش المسكرات، ما بعملش اي حاجه من الحاجات الحرام اللي هم بيعملوها. حياته كلها بتقول ده انسان كويس، يعني مش زي الفساد اللي موجود. وده بتبقى اجل خدمه للاسلام. فهو حتى كان لسه بيقول لي ده الجهاد بتاعي هناك، ان انا التصرف يعتبر جهاد، ان انا بوريهم، مش بقول لهم، بوريهم الاسلام، فيجوا هم يسالوا، ولما اشرح لهم بيبقوا متقبلين اكتر، بغير الصوره. جزاك الله خيرا يعقوب. جزاك الله خير. الحقيقه يعني هو قال اللي احنا بنحاول نقوله سنين في مصر وفي بلادنا الاسلاميه. يا جماعه احنا عمالين ننفر الناس من الاسلام باخلاقنا، عمالين عبادتنا وشكل حجابنا يخلي الناس تقول الله حاجه جميله جدا، يتعاملوا معانا يكرهوا التدين. يا جماعه حرام عليكم تبعدوا الناس عن الدين. يعني ده احنا بنقول عايزين نبقى بناخد بايد الناس الاسلام، نقوم نعمل العكس. فيعني جزاك الله خيرا اللي انت قلته دون، احنا محتاجينه جدا. اتفضلي حضرتك. انا عايزه اقول ان دور المراه في الاسلام اكبر بكثير من دور الرجل. اول نقطه اللي حضرتك قلتها هي نقطه الحجاب. مش بس البس الحجاب، انا لازم اكون فيها متعلمه مثقفه متكلمه، اقدر اوصل اللي جوايا بشكل كويس اللي قدامي. النقطه الثانيه نقطه تربيه الاولاد. تربيه الاولاد لو انا حرصت فيها انهم يكونوا طاعين لله، قارئين للقران او من حفظه القران، ان هم كمان يكونوا ناجحين في مجالات حياتهم الثانيه، على الناحيه الرياضيه، على الناحيه العلميه الثقافيه الى اخره، فده هيبقى اعظم دعوه للاسلام. جزاك الله خيرا. يعني الحقيقه يا جماعه انا اسف على الناس اللي كانت رافعه ايديها وكانت هتتكلم وانا ما سمحش الوقت بكده، لكن نقدر نعمل ايه للاسلام؟ يعني كتير قوي من اللي انتوا قلتوه، لكن ما تنسوش برضو ان انا اخد بايد واحد صاحبي ما قلناهاش، وابدا ارتقي بيه واحده واحده، اخد بايد واحده صاحبتي وحببها في الدين واحده واحده. الحقيقه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من الدنيا وما فيها. حمر النعم دي عامله زي العربيه المرسيدس دلوقتي. لو عندك 10 عربيات مرسيدس ما يساويش حاجه جنب ان واحد يهتدي على ايديك. فجماعه خدوا بايده اصحابكم وكلموهم في الدين وما تتكسفوش، وخليكي كده رفع راسك. انا عايزه، انا فخوره ان انا متدينه، انا فخوره بانتمائي للاسلام. ابو ذر كان من النوعيه دي، ودارت لي ايام الحقيقه، وفضل ابو ذر مع النبي صلى الله عليه وسلم.
أبو ذر يا جماعة كان بيتميز بحاجات عجيبة جدا، يتميز بالزهد الشديد، زاهد زهد شديد في الدنيا، يتميز بالتواضع الشديد، يتميز بالصدق الشديد، يتميز أن كلمة الحق فيش مجموعة من الصفات كده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى تواضع عيسى بن مريم فلينظر إلى أبو ذر. وفي حديث آخر: من أراد أن ينظر إلى زهد عيسى بن مريم فلينظر إلى أبو ذر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبو ذر، ما فيش تحت وجه الأرض الخضراء ولا الغبراء أصدق لهجة، أصدق الناس لهجة أبو ذر الغفاري. وعاش أبو ذر بالصفات الغريبة القوية دي اللي احنا مفتقدينها في عالمنا دوان مع النبي، لغاية ما جت غزوة تبوك. وطلع أبو ذر مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك 30,000، وكل شوية يتخلف واحد. طالعين قد ايه؟ 1,000 كيلو. طالعين فين؟ تبوك. فين المدينة من تبوك؟ يجي 1,000 كيلو، درجة الحرارة شديدة، غزوة العسرة اسمها من شدة ما الأمر صعب وعسير على الصحابة. طالعين 1,000 كيلو، 30,000 واحد، لسه الثمار ما نضجتش على الأشجار، فطالعين والأكل قليل. طالع معهم أبو ذر، وفي المسافة الشاسعة دي قعد المنافقين يتخلفوا، فكل شوية يتقال للنبي صلى الله عليه وسلم: فلان تخلف يا رسول الله. فيقول النبي: إيكم به خير فسيلحقه الله بنا، وإيكم غير ذلك فقد أراحكم الله منه. كل شوية واحد من المنافقين يقول له: مش موجود يا رسول الله. أبو ذر طالع مع المسلمين، لكن الناقة اللي طالع عليها ضعيفة جدا، يمشي شوية وتقف، ينزل ها يشيل من عليها حمله ويحركها ها تقوم، يمشي شوية تعبت، ناقة عجوز ضعيف. كل شوية أبو ذر يتحرك يلاقيها تعبت، يقعد جنبها شوية يتحرك بيها، بدأ الجيش يبعد، وأبو ذر يرجع ويتخلف ويتخلف. هم لسه في أول الطريق، هم ما وصلوش خلاص تبوك، ده لسه في الأول، ممكن يرجع يعني. لكن الجيش بدأ يبعد بدأ يبعد بدأ يبعد، بدأت الناقة تتعب خالص، بيبصوا في وسطهم ملقوش أبو ذر، فبدأ يقولوا للنبي: يا رسول الله تخلف أبو ذر، ده كان طالع معنا وشكله كده إيه، زوغ ولا رجع ولا خاف ولا تخلف أبو ذر. فقال النبي: إن يكن به خيرا فسيلحقه الله بنا، وإن يكن غير ذلك فقد أراحنا الله. ويبدأ أبو ذر يلاقي نفسه باعد، ولا يمكن الجيش بقى بعيد جدا، يقوم يعمل إيه؟ الأسهل إيه؟ هو صاحب عذر دلوقتي ولا مش صاحب عذر؟ صاحب عذر، يقدر يرجع المدينة. ولما يرجع النبي من تبوك يقول له: يا رسول الله حصل كذا كذا كذا، وبعدين ده احنا لسه في اول الطريق وانا من غير ناقة، ودي 1,000 كيلو همشيها ازاي؟ يبقى ما ينفعش. كل حاجة تنفع في سبيل ارضاء الله وارضاء رسوله. عمل ايه؟ ام نازل من على الناقة بتاعته وسبها، وخاد متاعه وشاله على ظهره وطلع ورا النبي ماشي. ياه، حد يعمل كده في الصحراء؟ قد كده التصميم؟ ده احنا ما بنقدرش ننزل الفجر عشان الدنيا ضلمه، ده الستات ما بيقدروش يقوموا من السرير يصلوا قيام الليل علشان تعبانه من الطبيخ بالنهار والعيال، ده لو جه في دماغهم اصلا قيام ليل. ابو ذر هتطلع في الصحراء؟ يا جماعه احنا ليه ضعاف كده؟ لازم يكون عندنا احساس، احنا مش مطلوب مننا نمشي مسافه ابو ذر، ما عادش موجود الكلام ده، لكن مطلوب مننا ان احنا نبذل هذا الجهد اللي بذله ابو ذر. فطلع ابو ذر ورا النبي صلى الله عليه وسلم يمشي الكيلومترات الطويله، يصل الليل بالنهار، هروح للنبي يعني هروح للنبي، وهعمل الالف كيلو ان شاء الله على رجلي وحرجع على رجلي. ايه الاصرار دون؟ مين عنده الاصرار ده على طاعه ربنا؟ قيام الليل عايش شويه اصرار يا جماعه، الحجاب عايش شويه اصرار، فك صحوبيه من ولد وبنت عايز شويه اصرار، حب لله وارضاء لله وعبوديه لله عايزه شويه اصرار، انفاق صدقات يوميه عايزه شويه اصرار، انا مصر اعبده. هو ده ابو ذر، ده الفرق يا جماعه، مصر تعبديه، مصر تحبيه ولا لا، مصر تتوددي اليه وبقى هو هدف حياتك ارضاء الله ولا لا. انا طالع ورا النبي صلى الله عليه وسلم. يبدا الناس يبصوا يلاقوا خيال جاي من بعيد، فبدأ الصحابة يقولوا: يا رسول الله كأن رجل يمشي في الصحراء يريد أن يلحق بنا. فقال النبي: كن أبا ذر.
يا شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم متعلق قد ايه. كن ابا ذر بدا يقرب يقرب، فاذا به ابو ذر ففرح الصحابه فرح شديد، ففرح النبي وقال كلمته يرحم الله ابا ذر. يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامه وحده. يرحمك الله يا ابا ذر، هتمشي لوحدك لما لقى النبي جاي لوحده ام قايل هذا الكلام؟ هيمشي لوحده ويعيش لوحده ويموت لوحده ويبعث يوم القيامة وحده. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راضي عن أبو ذر. وفي عهد سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان كان أبو ذر هو مفتي من مفتي من المفتيين الموجودين للصحابة، كثير الإفتاء لأنه عالم من العلماء، وشارك في عهد سيدنا عمر في فتح بيت المقدس، فتح القدس يا جماعة، يا على عدد الصحابة اللي شاركوا في فتح القدس. يا ترى هنشوفها وندخلها إن شاء الله بإذن الله. وعاش أبو ذر، لكن في عهد سيدنا عثمان بن عفان هو الرجل دون يتميز يا جماعة إنه شديد اللهجة، وهو قال أوصاني رسول الله ألا تأخذني في الله لومة لائم، أنا ما بخافش وبقول الحق، وكان به حدة بيقول الحق بقوة قوي قوي، حتى أن سيدنا علي بن أبي طالب يقول لم يبق منا رجل لا تأخذه في الله لومة لائم إلا غير أبو ذر ولا نفسي، ده سيدنا علي بيقول ولا أنا حتى. ثم ضرب بيده على صدره، ما فيش زي أبو ذر في قولة الحق. لكن أبو ذر كان بيوجه الناس بشدة، وفي عهد سيدنا عثمان بن عفان كان كل ما يلاقي خطأ، وكان عايش في الشام عند معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فكان يوجه الناس بشدة ويوجه الأغنياء أنهم يعطوا الفقراء ويقول لهم كلام شديد، فبدأ الناس يعني تستاء من هذه الطريقة وتشعر أن أبو ذر بيكلمهم بصيغة شديدة. فأرسل معاوية إلى عثمان يعني أدرك ما يحدث لنا، أبو ذر يقلب علينا الناس. فأرسل إليه عثمان أن ائتني، فراح لسيدنا عثمان وجلس معاه وبدأ صوتهم هما الاثنين يعلى، وبعدين طلع أبو ذر من عند سيدنا عثمان مبتسم، فقالوا لا الناس سمع أن في صوت عالي جوه، فقالوا نراك خرجت مبتسما، فقال سامع مطيع لعثمان، أنا سامع مطيع، والله لو أمرني عثمان أن أمشي إلى صنعاء لمشيت، ولو أمرني أن أمشي على رأسي لمشيت، أخبرني رسول الله وقال لي يا أبا ذر تسمع وتطيع، ولو تأمر عليك عبد حبشي عثمان يأمرني أفعل ما يأمرني به. تخيل النفسية دي عاملة إزاي رضي الله عنه وأرضاه. الحقيقة يا جماعة نهاية أبو ذر غريبة قوي. هو سيدنا عثمان لما لقى كده فقال له يا أمير المؤمنين إذن لي أن أخرج بعيدا عن الناس، أنا ما عدتش عارف أتعامل مع الناس، إذن لي أخرج بعيد عن الناس. فقال إلى أين؟ قال إلى الربذة حتى في الصحراء. وقال ولما؟ قال أريد أن أختلي، أنا ما عدتش قادر أعيش وسط الناس. فقال عثمان ابق معنا يا أبو ذر، ابق معنا خليك في وسطينا. قال لا يا أمير المؤمنين. يعني مين اللي طلع بمزاجه؟ خلي بالكم سيدنا عثمان أحد الحاجات اللي أخذت عليه أنه هو طرد أبو ذر، هذا الكلام خاطئ وليس صحيح، أبو ذر خرج بإرادته، كذب من قال أن عثمان هو الذي أمره بالخروج. فخرج أبو ذر إلى منطقة صحراوية اسمها الربذة وعاش بها حتى جاءته الوفاة. يصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لحظات وفاته غريبة قوي، كان مع امراته وأولاده لكن بنات صغيرات ما يقدروش يدفنوه، فبدأت مراته تبكي فقال لما تبكي؟ قالت لا أجد كيف أدفنك، حدفنك إزاي ما بعرفش، كيف أكفنك كيف أغسلك؟ فقال لا تخافي، أخبرنا رسول الله ذات يوم وقال لنا رجل منكم يموت بفلاه بصحرة يكفنه جماعة من المؤمنين، هيبقى معدي جماعة من المؤمنين يكفنوه، ووالله ما من رجل من أصحاب رسول الله إلا مات بقرية أو وسط ناس إلا أنا، فأراني هذا الرجل لا تخافي سيأتي الركب ليدفنني الآن. فقالت من أين الركب في هذه الصحراء؟
وقد انقطع الحاج، الحجاج مشيوا خلاص، هو مات في ذي الحجة أصله بعد الحج، وقد انقطع الحجاج من أين؟ فقال: ما كذبت وما كذب رسول الله، سيأتي من يكفنني الآن. يقولون، تقول زوجته: فبينما نحن كذلك وهو في لحظات موته إذا بركب كأنهم النصور جايين، كأنهم جايين نصور جاي علينا، يقطعون الأرض قطعا فوصلوا إلينا، فناديتهم فقالوا: ما لك؟ فقلت: هل لكم إلى أن تكفنوا رجل من المسلمين؟ أنتم متخيلين نهاية أبو ذر عاملة إزاي؟ الموت عاملة إزاي؟ يا جماعة مش مهم تموت مشهور، مش مهم تموت وقبرك يتعرف، المهم تموت طائع، نهايتك شكلها إيه؟ ختمتك شكلها إيه؟ فقالوا: من؟ قالت: رجل من المسلمين، هل لكم إلى أن تكفنوه وتؤجروا فيه؟ فقالوا: نعم. من الرجل؟ فقالت: أبو ذر. فكان في الركب عبد الله بن مسعود الصحابي اللي شاهد غزوة تبوك وسمع النبي، فقام يبكي يقول: صدق رسول الله، أشهد أنه رسول الله، والله لقد سمعت النبي بأذني يقول: يرحم الله أبا ذر، يعيش وحيدا، يمشي وحيدا، ويموت وحيدا، ويبعث يوم القيامة وحيدا. وبدأوا يكفنوه ويدفنوه وهو بيموت يقول لهم إيه؟ يا إخواني، تخيل واحد بيموت قضيته إيه وهو بيموت؟ يا إخواني، صوموا يوما شديد الحر ليوم النشور، وحجوا حجة لعظائم الأمور، وصلوا ركعتين بظلمة القبر لوحشة في ظلمة الليل لوحشة القبور. حد يا جماعة وهو بيموت يقول الكلام ده؟ بينصح حتى وهو بيموت؟ قضيته ينصح الناس وهو بيموت؟ ويدفن أبو ذر في الربذة، أين قبره؟ لا ندري. كيف انتهى به الأمر؟ لا ندري. هو دفن، وكان الكلام ده سنة 32 هجرية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وسيدنا عثمان بن عفان ضم بنته إلى عياله، شوفوا عثمان بيحبه قد إيه، وروى عن النبي 281 حديث رضي الله عن أبو ذر. يا ترى يا جماعة هنتعلم من أبو ذر، نحب ديننا الحب ده. رحم الله أبو ذر، يمشي وحيدا ويموت وحيدا ويبعث يوم القيامة وحيدا، لكنه طائع لله عز وجل. مش مهم يا جماعة نكون مشاهير، المهم نكون طائعين لله عز وجل. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أتمنى تكون الحلقة دي عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.